lionsity.m. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا بهذه المناسبه السعيده نبشر سكينه العيون عموما بهذا الحل اللي وصلنا له مع اطراف متعدده لحل اشكاليه البناء وتجاوز ما ترتبى عنها من اكراهات ماديه لجل القطاعات المتعلقه بالبناء. اذا لله الحمد بهذه المناسبه هذه نشكر السيد الوالي السيد العامل بالنيابه السلطات الاقليميه السلطات المحليه على رسم السيد الباشا رئيس قسم التعمير بعمل التوريد مدير الوكاله الحضريه المفتشيه التعمير مدير العمران لكلهم وبالاضافه بطبيعه الحال المجلس البلدي لكلهم ساهموا في حل هذه الاشكاليه واللي توصلنا ولله الحمد من بعد ما كان البناء معطل في جل الاحياء ديال المدينه الان تمكننا من فتح الباب البناء بجل الاحياء ديال المدينه. كل منطقه على عندها وثائق خاصه بها اللي نوضحوها في واحد البلاغ ديال المجلس البلدي ما يوجد بالتجزئات كاين في التجزئات الموجوده على اراضي الخواص ملكيه التجزئات الموجوده فوق اراضي الجموع احياء البام الحي المحمدي والنخله الموجوده فوق اراضي الاملاك المخزنيه بالاضافه لاول مره في عين الحجار وفي عين الدفله وكذا الاحياء المشموله بتصاميم التقويم لاول مره غادي يكون فيها التراخيص. اذا مره اخرى نبشر الساكنه جميعا على بركه الله ابتداء من يوم الاثنين سنستقبل الملفات الخاصه بالبناء بتراخيص البناء لحل اشكاليه نحقوا اولا الرغبه ديال الناس في السكن ثانيا نحقوا للناس عموما فرص الاشتغال في هذه القطاعات المتعلقه بالبناء وشكرا.